اشتغل في ثلاثة منهم. المود الأول اللي هو الروتين لما تكون اس بين الصفر والواحد. اس بتكون واحد هنا وتكون صفر هنا. وبين الصفر والواحد ده بيشتغل كاميرا. وقلنا إن المنطقة دي أو الجزء ده بيتقسم لجزئين. من صفر لغاية الاس اللي عندها دي ماكسيمم اللي هي هنا. دي بتكون ستيبل. اللي هي المنطقة المنطقة الثانية دي انستيبل. لكن كل المنطقة دي بتشتغل فيها الماشين كاندكشن موفر. وده اللي احنا درسناه في المحاضرات اللي فاتت. في اثنين مود تانيين مود بنسميه ريجنريتنج مود اللي هو لو المكنة دورتها انت بقى بتدرب بقى لايف موفر خارجي بسرعة أعلى من السنكرونة سبيد. في الحالة دي لو رسمت التورك سبيد كيرف فبيطلع لك التورك بالنيجاتيف. يعني ايه التورك بالنيجاتيف؟ يعني الماشين بتاخد ميكانيكال باور بتاخد التورك وبالتالي بتحوله الكتريكال وبترجع لي باور للسبلاي. فعشان كده بنسميها ريجنريتنج مود وهي اللي احنا مع موضوع حضرتك النهارده اللي هو باختصار تشغيل الاندكشن ماشين كمود كجنريتنج. تشغيل الاندكشن ماشين كجنريتنج. يبقى اتكلمنا عن موضوع اللي هي منه هنتكلم النهارده على الاندكشن جنريتنج. المود الثالث قلنا ده بيشتغل كبريك فرمله او بلاك في المنطقه اللي فيها اس اكبر من واحد مجمع. يبقى انا عندي ثلاث مناطق بين الصفر والواحد موتور نيجاتيف اس نيجاتيف لان اس ان اس ناقص ان ام. فلما ان ام تعلى على ان اس يطلع الاس بالنيجاتيف. في الحاله دي اس نيجاتيف هنا التورك بيبقى نيجاتيف. دي اللي سميناها ريجنريتنج مود او اللي بنقول عليها اندكشن جنريتور. لو اس اكبر من واحد وامتى تبقى اكبر من واحد؟ لما اشاره ان اس تبقى عكس اشاره ان ام. فبدل ما يتطرحوا هيتجمعوا وبالتالي البسط هيبقى اكبر من النقاط تبقى اس اكبر من واحد. دي بسميها البلاجنج او البلاجنج. فموضوعنا النهارده اللي هو 3 فيز اندكشن جنريتور. طيب بنقول الكلمتين اللي قلناهم دول بنعيدهم تاني بسرعه. بنقول لو انت اندكشن ماشين دورته بسرعه جريتر زان سينكرونا سبيد في الحاله دي التورك باستخدام لايف موفر خارجي لازم تجيب مكنه تدور ما تدور ازاي اسرع من سينكرونا سبيد بحاجه خارجيه. في الحاله دي الدايركشن بتاع التورك بيبقى نيجاتيف ومعنى كده ان المكنه بتاخد ميكانيكال باور وبتديني الكتريكال باور وبتشتغل كجنريتور. في مشكله بقى كبيره بتصادفني في حاله استخدامه كجنريتور ودي اللي بتخلي طريقه استخدامه كجنريتور اقل من السنكرونس ماشين. السنكرونس ماشين بتطلب كجنريتور كل محطات توليد الكهرباء 99% من محطات توليد الكهرباء بتستخدم سنكرونس ماشين. طب ليه ما بيستخدمش الاندكشن؟ لان الاندكشن فيه مشكله. ايه هي المشكله دي؟ وازاي نتغلب عليها؟ ده اللي هنشوفه النهارده. المشكله بيقول لي ان في ليميتيشن سيفير. ليميتيشن بتحدد لي استخدام الاندكشن ماشين كجنريتور. هي ايه؟ ان ما فيهوش فيلد دايركت فيلد، ما فيهوش فيلد سيرفر. ما فيش دي سي سبلاي بتحطه على الاقطاب عشان تحطه على اللوتو عشان تعمل اقطاب زي السنكرونس ماشين. الستيبل زي السنكرونس ماشين 3 فيز وايند من هنا و 3 فيز وايند من هنا. لكن اللي بيختلف ان السنكرونس ماشين بتحط على الوتو دي سي سيرفر. بتمشي فيها دي سي سبلاي فبيتكون اقطاب شمالي وجنوبي. فبيحصل تجاذب بين الاقطاب المختلفه في الستيبل والوتو وبالتالي الوتو بيدور بسرعه زي سرعه الناس. لكن هنا انا ما عنديش في الوتو دي سي فيلد او ما عنديش فيلد اصلا لا دي سي ولا غيره. ليه؟ لان اللوتوس وير كيج قضبان محطوطه في سلوتس معمول عليها شورت سيركت. فتخيل انت جبت 3 فيس سبلاي او بلاش 3 فيس سبلاي جبت اندكشن موتور ستيتور ودورت اللوتو تتوقع هيطلع فيلد منين؟ انا ما عنديش اصلا دايره للفيلد
عشان تولد لي دي سي فيلد او اي سي فيلد او اي حاجه. فما عنديش فيلد سيرفر. هو ده اللي بيقول لي ان الاندكشن جنريتور بيعاني من مشكله كبيره عشان مفيش سيبريت فيلد سيرفر. وبالتالي ما يقدرش يولد الاكتف باور اللي هي كيو. لان احنا عندنا الماجنتيك سيركت كوين ده بيولد لي كيو. احنا عندنا ثلاثه ال ريزيستنس وكونداكتنس وكاباسيتنس. الريزيستنس دي بتاخد باور بس مالهاش دعوه بالاكتف باور. ال ال والسي ما بياخدوش باور ولا بياخدوا باور. الباور بتاعهم افريج صفر. لانه بياخد في نصاب سايكل ويرجع في نصاب سايكل للتاني. فالافريج باور بتاعهم صفر. امال ايه اللي بيفرق بينهم وبين الريزيستنس؟ ان هما بيدوني رياكتيف باور كيو، ال ال بتدي كيو والسي بتاخد كيو او العكس، ال ال يعني كيو بتاعت ال ال وكيو بتاعت السي عكس بعضهم، لو انت اعتبرت ان ال بتاخد رياكتيف باور فالسي بتديني رياكتيف باور. فانت هنا ما عندكش ال، ما عندكش كويل ولا سيركت ماشي فيها دي عشان تولد لي كيو. وبالتالي مفيش رياكتيف باور هتتولد. طيب ايه الحل بقى؟ لازم اجيب انا اكسترنال سورس للرياكتيف باور. انا احط له رياكتيف باور عشان يقدر يشتغل كجنريتور. طب ازاي تحط له رياكتيف باور؟ في طريقتين. الطريقه الاولى انك توصله على شبكه. وفي الحاله دي هياخد من الشبكه كيو ويديها لي. يبقى اما تجيب سنكرونس ماشين اندكشن ماشين اندكشن ماشين هذه سي في السبلاي وجبت ماشين دي سيكون اندكشن سوري اندكشن ماشين دورتها من بره بالبراي موفر هتاخد من الشبكه كيو وتدي للشبكه بي يبقى هتدي للشبكه بره هي عايزه رياكتيف باور طب هتاخده منين؟ من الشبكه فده السورس بتاعك يبقى اذا الحل الاول ان انا شغالها مع الجريد اوصلها للجريد واشغلها دي هنشوف التفصيل دلوقتي الحل الثاني ان انا بنقول ان السي بتدي كيو وال ال بتاخد كيو طب انا عايز كيو عشان اولد الفيلد يبقى لازم اديه كيو باستخدام كباسيتور يبقى الحل الثاني ان انا اوصل الجنريتور اوصل معاه كباسيتور الكباسيتور ده يديني الرياكتيف باور كيو واخد انا من الموتور للماشين بعد ما اشتغل كجنريتور الاكتيف باور اللي هي دي يبقى المشكله كلها ان الاندكشن ماشين ما تقدرش تشتغل الا لو اديتها رياكتيف باور اللي هي كيو فالرياكتيف باور لازم تجيب اكسترنال سورس للرياكتيف باور ويفضل وصل على طول يعني مش هتوصله تشيله لا لازم يفضل وصل على طول مصدر الاكتف باور ايه مزاياها؟ ايه مزايا الاندكشن جنريتور؟ اهم ميزه ان سمبلستي دايرته او الماشين نفسها مش محتاجه فيلد في الوايندنج وبالتالي مش محتاج براشز ولا محتاج دي سي سورس خارجي عشان يدي فيلد اكسجين سينكرونس لازم تجيب مصدر خارجي سميناه الاكسايتر لو فاكرين مصدر خارجي للدي سي عشان يديني كهرباء دي سي توصلها على الروتر باستخدام سليب رينج وبراشز هنا انت الروتر بتاعك حته حديده فيها سبير كيج مثلا مقفول عليه من ناحيتين خلاص فده سيمبل في الكونستراكشن بتاعه الحاجه الثانيه انه مش محتاج صيانه زي السنكرونس، السنكرونس لازم كل شويه تنظف البراشز دي وتعمل صيانه. بالاضافه لان الكونتاكت بتاع البراشز ده مع السليب رينج ممكن بيعمل شراره فممكن يبقى فيه خطوره لو انت شغال في مكان فيه مثلا غازات قبل الاشتعال اكسجين ولا حاجه كده. فهنا مش محتاج الحاجات دي. ده اللي بيقولوا لي الحته بالاضافه لانك كمان مش لازم تشغله عند سرعه بالظبط سنكرونس سبيد سنكرونس ماشين لازم تشغلها بالظبط عند سنكرونس سبيد عشان تديك فريكونسي 60 50 هرتز او 60 هرتز ما تقدرش تشتغل على سرعه غير السنكرونس سبيد بعكس هنا هنا لو بصيت للكاركترستيك انت تقدر تشتغل في المنطقه من هنا لغايه هنا
برضه الجزء ده ستيبل والجزء ده ستيبل. فانت تقدر تشتغل من اس بتساوي 1 الى اس بتساوي مثلا لو فرضنا 10% 1.1 في الرينج ده، ممكن السرعه تتغير في الرينج ده وده ما يعملكش مشاكل في الكونسيبت ده ثابت. بعكس الكونسيبت ماشين لازم سرعتها تكون بالظبط ثابته عند نقطه. الكاركترستيك بتاعت السيكونس ماشين كده توك سبيد كاركترستيك كده لازم ان اس تبقى كونستنت ويديك توك لغايه الماكسيمم. لا هنا التورك بتاعته دي على بتاعته طبعا هنا مقلوب يكون نيجاتيف عشان اخلي الموتور موجب فالجنريتور يبقى بالنسبه لي. لكن كده مش شرط مستقيم، في رينج ممكن تشتغل فيه، فدي برضه من مزايا الكونفكشن. هنبدا بقى في الحاله الاولى اللي انت لو مشغل الاندكشن جنريتور على موصله الجريد. ما احنا في حالتين، يا اما واصل الجريد يا اما شغال سيبر على سيبر الاثنين. لو انا موصله الجريد هيبقى المنظر بالشكل ده، ادي الشبكه بتاعتها وادي الاسنكرونس يعني اندكشن. قلناها برضه في الاول كلمه اسنكرونس جنريتور يعني اندكشن جنريتور. في كتب بتستخدمها اسنكرونس، فالصوره دي جدا الكتاب بيستخدم اسنكرونس، ما حبيتش اعدل عشان تبقى برضه متعود على الكلمه دي. فالاسنكرونس هو ايه اللي بيحصل؟ انت بتسحب او ده الماشين بتاعك، افرض ان ده اللود اللي وصل ده اللود بتاعنا ار ام لود. فانت الماشين لما هتشغلها هتاخد رياكتيف باور من الشبكه، الرياكتيف باور دي هي اللي هتكون لي الفيلد اللي في الماشين. هتبتدي الماشين تدورها بسرعه اعلى من السنكرونس سبيد، هتديك باور. يبقى لو انت شغلتها الاول على السبلاي مباشره هتشتغل كاندكشن موتور، بعد كده تدورها بسرعه اعلى من السنكرونس سبيد هتبتدي ترجع باور للسبلاي. فالباور هيروح جزء منها للنود، ولو عندك باور اكتر من النود هترجع للسبلاي. طب لو الباور اللي طلعها الماشين اقل من اللي محتاجه النود، يبقى هياخد باور من الماشين وهيكمل باور من السبلاي. لكن في كل الحالات الرياكتيف باور بتتاخد من السبلاي، يبقى الماشين ما بتدينيش رياكتيف باور. يبقى الماشين دي هتديني بي كف اللود كان بيها مكف، الفار يرجع لتوك السبلاي، ما فاضش يبقى هاخد من السبلاي فرق. يبقى اذا بي بتدي يا اما من الماشين يا اما من السبلاي يا اما من الاثنين حسب كميه الباور اللي طلعها الماشين. اوكي؟ ده بالنسبة لـ B، لكن بالنسبة لـ Q كلها بتتاخد من السبلاي، سواء Q بتاع الماشين أو Q بتاعت اللود. الاثنين بيتغذوا من السبلاي. ده اللي بيقوله لي هنا، بيقول لي نقطة كمان خلي بالك منها، الماشين دي واصلة على السبلاي، واصلة على الجريد. يعني الفولت بتاعها والفريكونسي ثابتين، خلاص اتربطت مع الجريد. الفريكونسي بتاع الجريد 50 هرتز، الفولت 220 فولت، 380 فولت، 1000 فولت، اي حاجه هيبقى الفولت بتاعه اللاين فولت بتاع الماشين هو اللاين فولت بتاع السبلاي، والفريكونسي هي الفريكونسي بتاع السبلاي. لكن لو السرعه اتغيرت شويه اعلى من السنكرونس سبيد بيبتدي يديني باور اكتر، لان المنحنى بتاعنا اهو اللي هو في الجزء النجم كده. ففي المنطقه دي بين الاس بتساوي واحد، اس بتساوي واحد سوري صفر، وبين اس اللي عندها تي ماكسيمم بتاع الجنريتور افرض لا هنبتدي من واحد هنا 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 اس بتساوي من اس بتساوي من اس بتساوي صفر، هنا اس بتاع الجنريتور بتساوي مثلا ناقص 1/10 مثلا. طبعا هنا اس بالنجم فنفترض ان 10% ناقص 1/10. في المنطقه دي اللي هي بتصير ناقص 1/10 ممكن السرعه بتاعتك تتغير في الرينج. يعني يعني لو المكنه بتاعتي دي السنكرونس سبيد بتاعتها 1500، ف 1500 هتبقى هنا السرعه 1500 ام ام، وهنا تزيد 10% لان ام ام تساوي ان اس 1 ناقص اس، اس بالنيجاتيف يبقى 1 ناقص 1/10 يبقى 1/1. لو ضربت 1500 في 1/1 تزيد كمان 150 تبقى 1600 و50.
يبقى السرعه بتاعتك هتتراوح بين 1500 و1650 في الرينج ده. كل ما تزود السرعه اعلى من السبلاي سبيد كل ما تديك توك اعلى، كل ما تسمع بالسبلاي توك اكبر وبالتالي تديك باور اكبر. زي ما هنشوف الباور دلوقتي هنا هي اللي بتاخدها من السبلاي من البرايم موفر بتتحول للالكتر، بتبيع الموس بتتحول للالكتر. فكل ما تاخد من البرايم موفر اكتر كل ما هتديك باور اكتر. فهنا الطرق المسحوب بيزيد وبالتالي الباور اللي رايحه للود او للسبلاي او للاثنين بتزيد. ده اللي بيقول في الصف الاولاني ده بيقول لي بما ان المكنه متوصله على الجريد فالبور ارمى الفولتج على الفريكونسي ار كونستنت. خلاص ثبت الفولت ثبت الفريكونسي، الفولت فولت السبلاي والفريكونسي بتاع السبلاي. طيب لو اللود بتاعك اندكتف ايه اللي هيحصل؟ الشبكه هتدي الفيول للمكنه اللي هي هتشتغل جنريتور وهتدي الفيول للود، فالباور فاكتور بتاعك هيبقى سيء جدا. انت مش بس اللود اندكتف، لا ده كمان الاندكشن ماشين اللي هي شغاله كجنريتور بتاخد كيو. فعشان تحسن الباور فاكتور بستخدم كباستور بالشكل ده. يبقى لو حطيت دول كباستور دول عشان احسن الباور فاكتور بتاعتي، يبقى هتساعد بدل ما باخد من الشبكه كل الكيو، لا السي ممكن تديني جزء اللي ينزل. هنا بس بيوضح لي النقطه ده اللي بيقول لي هنا بيقول لي it would be difficult for transmission line to maintain the voltage constant with large zero power factor lagging current. عشان احافظ على الفولت ثابت وانا عندي lagging current نتيجه وجود ال هنا والال بتاعت الماشين الاثنين بياخدوا كيو اللي هم زيرو باور فاكتور لاجنج كارنت. ففي الحاله دي احتاج عشان احسن الكاركترستيك بتاعتي ياخد تقريبا كونستنت فولتج ان انا اوصل كباستور ده بالشكل ده. الحاله الاولى من غير الكباستور التيار بتاع اللود اللي هو اللي هنا اي ال هيساوي مجموع التيارين اي اللي جاي من الترانسميشن واي اللي جاي من الجنريتور. فالحاله الثانيه لما تحط الكباستور التيار بتاع اللود هيساوي اي ال زائد اي ترانسميشن زائد اي جنريتور ناقص اي سي، لان في جزء من التيار هيخش للكباستور. ده الجزء الاول اللي هو تشغيل المكنه على جريد. نشوف الايكويفلنت سيرتنج بتاعتها بتبقى ازاي وهي شغاله، كل الجزء ده شغال مع جريد. ما تلخبطش بين الجزئين لان لسه في جزء. طيب الماشين بتاعتي تعال نرجع للاندكشن موتور ونعدله نعمله اندكشن جنريتور. الاندكشن موتور كان ازاي؟ عندي الستيت ار وان يبقى دي ار 1 واكس دي كيتش 1 سميناها اكس 1 وخلاص. عندي القلب بتاعي ده ار سي واكس ام. طبعا الاكس تحط لها جي لو هتحل المساله، لكن لو كاتب لها كده 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 من غير جي. ده الفولت بتاع الشبكه لان هو واصل على شبكه، فولت الشبكه فيس فاليو في 1 في الدايره دي فيس. تعالى بقى للسكن الحته اللي بتبني السكن اللي هو فولت. عندي دي ار 2 داش واكس 2 داش. من هنا لسه على لسه ما خليتوش الجنريتور. وعندي هنا اللود اللي هو الميكانيكال لود اللي كان بيساوي ار ار 2 داش في 1 ناقص اس على اس. صح كده؟ فاكرين الكلام ده ولا في ايه؟ حلو. تعالى بقى التيار كان فيها اسمه اي 1 داخل يخش هنا اي سي كور كار او احنا لما بنعمل اكس ام بنسميه اي ام وخلاص على فكره اكس ام، لكن لما الاثنين موجودين هنا. وهنا كان عندي التيار اي 2 داش. ايه اللي هيتعدل؟ هيتعدل ان اس نيجاتيف. بعد ده هيبقى 1 زائد اس على اس. مين اكبر؟ واحد اس بالنيجاتيف. 1 زائد اس على ايه؟ على ناقص اس. هتطلع لي نيجاتيف ريزيستنس. طب هو في حاجه اسمها نيجاتيف ريزيستنس؟ هو اصلا مفيش ريزيستنس. اصلا مفيش ريزيستنس. دي كانت بتمثل بالميكانيكال لود.
فانت هنا ما عندكش ميكانيكال لود، انت بتاخد باور. فيستحسن ما اقولش نيجاتيف ريزيستنس لان المعنى هيختل. يعني ايه نيجاتيف ريزيستنس؟ او طيب خلاص هي دي مش بيمشي يا طيار بكل الفولت ده في هسميه في دي مثلا، سماه في دي ماشي. يبقى في دي بتساوي ايه؟ بتساوي اي 2 داش مضروبه في المقاومه. بس خلي بالك من حاجه، ان اي 2 داش هنا اكس اتجاه، لان المكنه هتطلع طيار مش هتاخد. فالمفروض ان ده اقلبه اعمله كده، بعد الدايره عشان نوصل للدايره النهائيه اعمل ده كده واحط هنا شريط نيجاتيف لان انا عكست التيار. وبالتالي الجزء ده بدل ما اقول ناقص في دي داش دي مقاومه ومش هيبقى ليها معنى، فقلت خلاص شيل الجزء ده كده وحط بداله سورس بالقيمه دي المقاومه في التيار. يبقى هشيل المقاومه لان مفيش معنى ان اقول مقاومه نيجاتيف ملهاش فيزيكال مين. زي ما بقول لك هو اصلا مفيش مقاومه، المقاومه دي كانت بتمثل اللود، دلوقتي ما بقاش لود، بقى انت بتاخد منه كهرباء، بتاخد منه عشان كده احسن من السلوك صلاي، لان بسحب الكهرباء بحسبها صلاي. لكن قيمته قد ايه؟ هي نفس القيمه، مفيش تعديل. اي 2 داش مضروبه في المقاومه. وحط له شرط نيجاتيف عشان تخلي انت عكست التيار وتحافظ على العلاقه سهل. يبقى اذا الشيء ده اللي كانت مقاومه هنا وقلنا نيجاتيف مش عارف ايه، ممكن اشيلها احط بدلها سورس مقداره في دي، حيث في دي بتساوي ناقص، والناقص دي عشان كده انا عكست اتجاه التيار، اي 2 داش اي 2 داش على اس 1 اساسا. ماشي كده؟ يبقى اذا دي الدايره بتاعه الانفكشن جنريتور هي نفس بالفيس بقى. الانفكشن جنريتور بتوصل على الدين الايكوفلنت سيركل بالفيس، نقدر نمثلها بالمنظر اللي قدامنا ده، حيث في دي ده الفولت اللي بيمثل. انت ما عندكش فولت، انت عندك ميكانيكال باور بتاخدها، لكن ده بيمثل الميكانيكال باور، بس انا بسحبها فمثلتها بسورس عشان كاني باخد ميكانيكال باور. لما كانت بستهلك مقاومه ميكانيكال باور زي في حاله الموتور مثلتها بريزيستنس، لكن لما اخد ميكانيكال باور ما ينفعش اقول عندي ريزيستنس سليمه. وهي بيبقى ده صح، من ناحيه الرياضه بتبقى صح مفيش غلط، لان انت بتاخد باور فكان ريزيستنس سليمه، لكن هو مش كده، هي احسن امثلها بسورس. عشان كده احنا جبنا المقاومه السالبه وحطينا بدلها سورس وحطينا قيمته هنا. تعالى بقى نشوف الفلو بيمشي ازاي. اللود فلو بيمشي ازاي في حاله الجنريتور. نفس اللي قلناه في حاله الموتور بس هتعكس اتجاهك. يعني بدل ما كنت بتدخل كهرباء وبتطلع بالميكانيكال، هتدخل ميكانيكال وتطلع بالكهرباء. نمشي بقى معاها خطوه خطوه. اول حاجه الميكانيكال باور انبوت. دي الميكانيكال اللي بتاخدها من الدراي موفر. يعني هيقول لك الدراي موفر بيديك كذا وات. خلاص. الدراي موفر بيديك كذا حصان، هاخد الضرب 640 يطلع بوات. ماشي؟ يبقى اذا الدراي موفر بتاع الماشين اللي بتدور الجنريتور لها باور معينه هحسبها هي دي الميكانيكال. هيديك منها اول حاجه، خلي بالك انت ماشي كده بيديها. هيديك منها اول حاجه الروتيشنال لوسز اللي هي الميكانيكال لوسز. يفضل الديفلوبد باور. الديفلوبد باور. ماشي؟ هنشوف القيم بتاعتها بعد كده، لكن خلينا بس ماشيين في التسلسل. الديفلوبد باور دي يديك منها الروتر لوسز، يفضل الباور في الارجاء. يبقى انت بتبدا من الدايره من هنا. ده بي ديفلوب، عشان كده سمى في دي بي ديفلوب. قبل ده في مرحله وهي تشيل الميكانيكال لوس، ده منتهي بتشغل لوس لو اهملها خلاص. الباور اللي طالعه من هنا يضيع منها لوس ريزيستنس، وبعدين اللي فاضل يبقى اسمه بي جاب، يعدي في الجاب يروح الاستيت اهو بي جاب، يروح الاستيت. اما يروح الاستيت يضيع منه اثنين لوس بسميها الاستيت لوس، الكول والكفر لوس. ثلاثة أو واحد سكوف أو واحد دي الكفر لوسز، والكول لوسز لو أهملها أهملها ما أهملهاش بيديها لك. يبقى إذا دي هي بالظبط بتاع شغلتي، بس هو يمكن في هناك أنا أسيبها بالعرض، هنا أسيبها بالطول ما تفرقش. المهم إن أنت تخلي بالك من الاتجاه،
لما تقول انت ماشي كده وتطلع يوسف جي يوسف جي يوسف وهكذا. هنعمل مثال وبعدين الجزء ده كم او قبل المثال سوري معلش ما نتكلمش عن قيم. القيم بتاعتك لو بصيت برضه هتلاقي العلاقه محفوظه اللي هي بي جاب الى بي كفر الى بي واحد الى اس الى واحد ناقص اس. بس خلي بالك هنا ان اس بالنجم تقول لي يبقى واحد الى اس اللي هي الكفر الروسي يعني الكفر الروسي النيجاتيف. لا انا هنا بطلع الماجنتيود بس الماجنتيود بتاع الكفر الروسي لكن الكفر الروسي بتطلع مش هي بتطلع من النيجاتيف وتجمعها. الكفر الروسي دي روسي اسمه مخاض. نعم دكتور مش قلت لنا حضرتك قلت انبوت بدخل لها برضه رياكتيف باور؟ نعم. ليه ما بتتحسبش في الانبوت؟ انا هنا بتكلم على باور اكتف باور بس ده اسمه باور فلو بتكلم على بي ماليش دعوه بكيو. كيو مش بتبان هنا في المعادلات دي. الجزء ده خاص اسمه ايه؟ باور فلو. باور المقصود بيه بي ازاي بي تمشي في الباقي. لكن هو كده وكده بياخد كيو موضوع تاني. انا بس بتكلم على بي ازاي تحسب. فتعالى نبص اول واحد البي ديفلوب بتساوي ايه؟ من القانون اللي فات. بي ديفلوب هو في ديفلوب في اي. اي ديفلوب في ديفلوب. الاي اسمه اي اتنين داش. والفي ديفلوب هو القانون كان ده بالنيجاتيف ناقص اي اتنين داش في اي داش على اس واحد ناقص اس. الضغط اي اتنين داش بقت اي اتنين داش تربيع. مظبوط؟ والناقص زي ما هنا. الناقص دي ليه؟ لان اس نيجاتيف. النيجاتيف ده هيجيب مع النيجاتيف ده عشان ما تطلعش باور بالنيجاتيف وتعكسها. يقول لي يبقى بيدي الديفلوب. لا هو ما بيديش بيسحب الديفلوب. شيل منه النص اللي هي 3 و 2 داش سكوير و 2 داش ما فيهاش مشكله. اللي يفضل يبقى بي جاب اللي هو بي جاب شيل منه الكبر بروسس يفضل الاوتبوت باور. الاكتف اوتبوت باور بيدي اكتف اوتبوت عشان كده كان صح ريجنريتنج ريجنريتنج لكن تحت تجاوزك ما تسميش. تعالى نعمل مثال نوضح لنا الفكره. مساله بتقول لي ايه؟ 6 بول 60 هرتز 6 بول 60 هرتز لو حسبت ال اس بتاعته تطلع 1200 ده غلط 120 اف اس على تطلع 1200. اندكشن جنريتنج هيز ريسيفنج 1000 فولتس باور بياخد 1000 فولتس باور يبقى دي الاوتبوت بتاع الدراي موفر بيدوروا الدراي موفر الاوتبوت بتاعه 1000 فولت باور يبقى ده الاوتبوت بتاع الدراي موفر اللي هو الانبوت اللي هو المفروض بي بكام. لو اداني روتيشنال بروسس اطلعه هنا هيقول لي ديجريت روتيشنال بروسس. الشرط بتاعي بدوره بسرعه 1260 ازاي بقى؟ سنكرونس سنكرونس لازم 1200 يكون ب 1200 فاهم على كده؟ لا ده بيكون بسرعه اعلى من السنكرونس اللي هي ايه 1260. يبقى السليب بيساوي كام؟ 1200 ناقص 1260 على 1200 يوم يطلع ناقص 60 على 1200 يعني 5 مليون. والرو 5 ده نيجاتيف يبقى اس بتاعتي ده نيجاتيف يبقى انا بقول رو 5 لازم شريته تطلع اس بالنيجاتيف. طيب الافشنسي بتاعتي شريته 95% ايه الروتيشنال لوسز؟ يبقى هنا اهم الروتيشنال لوسز. يبقى لو انا هبص على الباور اللي داخل بي ميكانيكال اهي 1000 حصان يبقى 1746 يبقى 746000 او 746 كيلو وات. لو كان اداك مثلا الروتيشنال لوسز 6 كيلو وات هتروح شايل ال 6 يفضل 740 يبقى 746 لو شلت ال 6 هيفضل 740. قال لك تجيب لي الروتيشنال يبقى 346 هم هم دول يبقى بي ديفلوب 346 ماشي بي ديفلوب 746 ايه اللي طلع؟ اول حاجه يوجد السليب حسب فيها شكل كده بتاع 5 مليون ماشي يبقى السليب 5 مليون بالمية ما تنساش ناقص 5 مليون لان لازم السليب يبقى بالمية. المطلوب اللي بعده الباور ديليفر تو ذا ستيت اللي هي بي جاب باور لو رايح من ستيت اللي هي بي جاب اهو خلينا برضه هنا ده بي ايه خلصت الموتور راح للموتور لوسز يبقى اللي فاضل ده هو اللي رايح من ستيت اللي هو بي جاب. بي جاب بتساوي ايه؟ بتساوي بي ديفلوب النسبه بينهم واحد لو واحد ناقص اس. خلي بالك بقى هنا بي جاب
مين اكبر؟ الى بي ديفلوبمنت. فنسبة واحد الى واحد ناقص اس، واحد ناقص اس 1.5%. يبقى هنا مين اكبر؟ بي ديفلوبمنت 1.5%، بينما دي واحد. ماشي؟ يبقى اذا دي على فرض الاس 7600 كيلو. اقول دي على دي تساوي دي على دي، هتطلع مين بقى؟ هتطلع اقل من بي ديفلوب. يبقى اول خطوه بي ديفلوب هي 7600 كيلو. قسمتها على 1 ناقص اس، خلي بالك 1 ناقص اس، اس سالبه يبقى 1 زائد، وتطلع 710. يبقى انا عندي 746 دول اللي واخدهم بالسبلاي، اهمل الروتيشن. لو كان اداك الروتيشن تشيله من الاول. لو اداك الروتيشن في المساله دي يبقى تشيله الروتيشن، واللي يفضل اسمه ديفيلوب. هنا مفيش روتيشن، يبقى هو اللي فاضل هو ديفيلوب خالص. بي جاب كنسبه من الديفيلوب 1 الى 1 ناقص اس. اس نيجاتيف يبقى 1 الى 1.5%. عايز 710. المطلوب اللي بعده the output electric power of the generator. الاوت المطلوب الاخير الروتور كفر لوسز والسكيلتون لوسز. طب انا اجيب الاوت ازاي؟ ما ينفعش امشي على الدايجنوم، لان الدايجنوم لازم تبقى عارف السكيلتون لوسز والروتور لوسز عشان تطلعهم. ده هو طالبها. efficiency. ايوه efficiency. المهم بيديك efficiency. يبقى الاوت على الافشنسي يديني مين؟ يبقى الخطوه اللي بعديها الاوت بتساوي الديفلوب اللي هو الانبوت مضروب في الافشنسي. المفروض بي ميكانيكال مضروب في الافشنسي، بس هو اهمل ان الروتيشنال ريسبر بي ميكانيكال يطلع لي 708. يبقى انا عندي شوف بقى كده 746 داخلين. ضع منهم الروتيشنال اهملها. فرق 746 زي ما هم. دول اللي هو الديفيلوب. يبقى ده الميكانيكال. يبقى الديفيلوب. ضع منهم اللوت وكفر الوسط اللي هو طلب بعد كده. جيب بي جاب. يبقى طلع 710 وشويه. 110 و 4/8. ضع منهم السيف والوسط فضل 708. مش عارف كده. ده الاول وده الانبوت النسبه بتاع ده مفيش مشكله. ايه اللي طالبه؟ الاثنين دول. طب ما انت عندك ده وعندك ده طاح من بعض الاول. عندك ده وعندك ده طاح من بعض الاول. اوكي؟ يبقى اذا بي لوت كفر بروسس بتساوي بي ديفلوب ناقص بي جاي. بي ديفلوب ناقص بي جاي. او واحد يقول لك انا هاخد نسبه واحد من اس الى واحد ناقص اس، اجيبها من النسبه، اجيبها من النسبه، هتطلع نفس النسبه. يبقى سواء جبتها من النسبه او جبتها من الديفيلوب طبعا اسهل الطرح. يديك بي جاب. يعني لما تقول بي ديفيلوب، بي ديفيلوب الى بي كفر نسبه واحد من اس الى واحد ناقص اس، يبقى هتقول ناقص اس عشان تبقى نيجاتيف على واحد ناقص اس. تطلع النسبه بينهم هي نفس الرقم 15. طلعت الاثنين دول من بعض يطلع نفس ال 35 شويه. اللوت والنصف، اللوت والنصف هي الاثنين اللي هي الكور والكبر. الاثنين اسمهم اللوت والنصف. ما طلبش الكور والنصف لوحدها ما اعرفش اقصدهم الا لو قال لي نجلكت الكور يبقى ده الكبر. لكن هنا هو قال لي جاب لي اللوت والنصف على بعضها اللي هي 710 و780 يطلع اقل من واحد شويه. بي جاب ناقص بي اوت. هنا في خط هنا لو سمحتوا معلش. معرفش ايه بي اوت، الرقم ده مش صح. بي اوت 708. نعم؟ 708. ايوه ده مكتوب خط. انا جاي صوره من حته فعشان كده ما بقدرش استخدمها. صح ده 708 وبالتالي الفرق هيبقى بس واحد وشويه. ماشي؟ معرفش اسمه بس 40 وجابها منين؟ ليس بعض الأوقات، يمكن
عندنا في الاقتصاد بس هي كلها مصوره كلها صور مش كاتبها يبقى المفروض متصوره فعشان كده مش الجزء ده لو سمحتوا مش مفهوم شيل منه على طول ما فيهاش اي حاجه يا اما تجري دي جابها وصيبها ده يطلع لك النص مستيبل النص مستيبل ايه التاني يا دكتور؟ نعم دكتور المعادله التانيه ايه ازاي؟ نص او واحد نص واحد في مستيبل ماشي متساوي هو بس بيوضح لك هي ايه؟ هي مجموع الكبد زائد الكور كبد زائد الكور هم دول اللي احنا سميناهم الستيبل روس او بوس الدايجرام بتاعها الدايجرام الستيبل روسس والكبر روسس والكور هو طلب الاثنين مع بعض لو كان اداك اي واحده تبقى في ثانيه عشان تفرق يعني ننقل بقى على الموضوع التاني طب لو ما عنديش شبكه وعايز استخدم الاندكشن ماشين كجنريتور طلع منه باور غاز بيها لود في الحاله دي لازم تدي له الاكتف باور زي ما اتفقنا طب ازاي هدي له الاكتف باور بمنتهى البساطه انك توصل معاه كباستو انبال كده يبقى ده سي فيز اندكشن جنريتور اوصل الكباستو بانك طبعا ده ثلاثه فيز اوصل ثلاثه كباستو اوصله دلتا اوصله ستار زي ما يكون في المساله فهنا ادهولي دلتا مثلا فدلتا يبقى الفي لاين هو الفولت بتاع الكباستور لو فولت الكباستور هو في لاين لو كان وصله ستار يبقى فولت الكباستور هو في فيز ده الفرق الوحيد لكن غير كده لا هو عارف يوصله دلتا عشان يقلل قيمه الكباستور طول صدر تتسلل من ثلاثة أضعاف الكبير عموما ده إيه اللي بيحصل بقى؟ الكباستور بيديني الأكتف باور كيو الكيو دي لو مفيش لود كلها هتروح للماشين تديني فيلد زي ما هنشوف ازاي خطوات ازاي بيتكون الفيلد ده هنشرحه حالا دلوقتي لكن المهم هي تديني فيلد الفيلد ده لما بيقطع الكوندكتور بيولد فولتج الفولت ده بتوصله تاخد منه الباور. اوكي؟ طب لو عندي لود يبقى الكباستور هيغذي الاثنين هيديني كيو للبي كيو للماشين وبيديني كيو للود لو اللود ده اندكتف لو اللود ريزيستنس خلاص مش عايز كيو اللود عادة بتاعتي بتبقى مواتير وحاجات من دي فبتبقى اندكتف فباخد كيو بتاعتها منين من الكباستور الكباستور ده بيغذي لي كيو جزء منه يروح للود وجزء يروح للماشين طبعا ده لو في لود هنا مش معناه لود سلك لا لو في لود في تيار ضعيف بس مش اسم البي بقى بتاعتي بنجيبها منين اللي محتاجها اللود بنجيبها من الجنريتور يبقى الجنريتور بيولد لي باور فقط تروح للود لكن لازم انت تديله كيو واضح كده؟ طيب يجي السؤال ازاي الماشين هتشتغل؟ بمنتهى البساطة هنقول ان انا لو ده الكيرف اللي هو بنسميه ماجنتيزيشن كيرف اللي هو الاوبن سيركت كيرف اللي هو الفولت على اطراف الماشين وهي اوبن سيركت مع التيار يبقى انا عندي منحنى بنسمي هنا
ترمينال فولتج بتاعت المشين، في ترمينال بتاعت المشين. والكيرف بتاعهم ما بتنزلش غير في العادي اللي احنا عارفينه، هو ما بتبتديش بالصفر، في شويه تنزيل ما بتنزلش، فبيبتدي عالي شويه زي اي ماشين في الدنيا، دي سي ماشين، اي سي ماشين، سي ماشين، اي حاجه الماجنتيزيشن كيرف انا اخد الترمينال فولتج والتيار اخد اللود بيطلع من النظر. طيب تعالى بقى نبص للكباستور، الكباستور واصل توازن. هاخد حاله النولود يعني لسه مفيش حمل، انا بس اللي واصل عندي كباستور وماشين. التيار اللي طالع من الماشين هو اللي هيمشي في الكباستور، يعني مفيش تيار رايح للود، تيار اللود بصفر، فاللي طالع من الماشين هيمشي في الكباستور. وفولت الماشين هو فولت الكباستور، يبقى فولت الماشين هو فولت الكباستور، يبقى ده بيدل على الماشين اللي هي في نفس الوقت في سي، وده اي بتاع الماشين اللي هو في نفس الوقت اي سي. تيار المكنه هو ده الكباستور، وفولت المكنه هو فولت الكباستور. طب العلاقه بين في سي واي سي ايه؟ دي علاقه بين في تربل واي ام بتاعت المشي بتاعت المكنه، صح؟ دي العلاقه بين في تربل واي ام بتوع المشين غير الكباستور، مش دعوه بيه. العلاقه بقى بتاعت الكباستور الفولت والتيار بتاعه، انا عندي في سي بيساوي اكس سي واي سي، حيث اس سي دي واحده اوميجا سي، صح كده؟ الكباستور الفولت اللي عليه التيار الفولت بيساوي اكس جي، يعني سيبك من جي بتكلم عن التيوب، يبقى واحده على اوميجا سي اللي هي اكس سي واي سي. طيب دي علاقة ايه؟ صواب سي علاقة ايه؟ خط مستقيم بالمونولوجي، يبقى اهو خط مستقيم بالمونولوجي. عشان المكنة تشتغل لازم تيارها يبقى عند تيار الكباستور، وفولتها عند فولت الكباستور، يبقى هتشتغل على الجنب اهو. يبقى دي الوريد الوريد بتاعك. وبالتالي حسب قيمة المكسر. طيب عايز اشوف لو كبرت المكسر يتحرك الخط ده ازاي؟ ولو صغرت المكسر يتحرك الخط ده ازاي؟ سي هنا في المقام تمام، الميل اكس سي يعني واحد على اوميجا سي، فلو سي كبرت الكيرف ده هينزل، الخط المستقيم هينزل كده، لو سي صغرت يطلع لفوق، يعني ده لو سميته سي واحد ده سي اتنين اصغر من سي واحد، وده سي تلاتة اكبر من سي واحد. وبالتالي لو رسمت العلاقه اد نو لود بين يطلع الكيرف ده كده، يعني لو صغرت سي يطلع الكيرف ده، لو كبرت سي يطلع الكيرف ده، لان الميل واحد على اوميجا سي، فسي في المقام، فلما تصغر سي الميل يزيد الباقي كده، يعني لو كبرت سي الميل يقل ينزل، وبالتالي انت بتشتغل على الدور المباح دور. يجي سؤال طب ازاي المكنه دي بتشتغل؟ العقل كده، انت جبت مكسر وصلته على اطراف حته حديده اللي هي لوب ستيبل، وجبت الروتو وقعدت تدوره، هيدور هيطلع كيو وهيطلع فيه وهيمشي تيار ازاي؟ واحد يقول لك ايه مكثف مشحون، مش عملي، مش معقول كل ما تيجي تشغل المكنه تاخد المكثف تشحنه بره وتجيبه، هو حل لكن مش حل معقول، مش منطقي. امال ايه اللي بيحصل؟ هفكركم بحاجه، فاكرين في الدي سي ماشين زي اللي قبل كده السنه اللي فاتت مع الدكتور يوسف كنت بتاخدوا حاجه اسمها ازاي دي سي شنط جنريت بيشتغل؟ فاكرين الحكايه دي ولا مش فاكرين؟ العنوان كان هو كده How does the voltage build up in دي سي جنريت؟ دي سي شنط جنريت، ازاي الفولت بيتبنى في الدي سي شنط جنريت؟ هو هو العنوان خدته زي ما هو، وغيرت بس بدل دي سي جنريت كتبت الاندكشن موتور لما يبتدي فيرست ستارت لازم تقول اول ايه ازاي يشتغل؟ لازم يبقى فيه شويه ريزيدوال، شويه الريزيدوال دول هم اللي يقدروا يوصلوا لنقطه التشغيل. نشوفها مع بعض ازاي بتتكلم. ادي الماشين بتاعتي، خلينا على الكيرف اللي هو واحد بس، الكيرف اللي هو ده شيل دول،
في البدايه خالص في البدايه خالص انت عندك شويه فولت صغير نتيجه الريزيوم والمغنتيزم. يبقى المكنه دي لازم على الاقل تشتغل مره في المره كاندكشن ماشين بوكر اندكشن ماشين، وبعد كده تبدا تاخدها تشغلها اندكشن جنريتور. لكن ما ينفعش تصممها وتجيبها كده من غير ما حتى على الاقل تعملها تيست، لكن ما ينفعش تجيبها كده من غير اي حاجه وتشغلها، مش هتشتغل الجنريتور الا لو جبت كبسول مشحون وده مش عامل. طب ايه اللي بيحصل؟ شويه الريزيك والكريزيك دول اللي موجودين في المكنه مولدين شويه فولت صغير، الفولت ده بيتحط على المكثف فيولد شويه تيار صغير جوه المكثف، يزيد فولت المكثف يقوم يعلى الفولت، يزيد التيار يزيد الفولت يزيد التيار يزيد الفولت يزيد التيار يزيد الفولت وهكذا لغايه لما اشتغل على النقطه دي. نفس الكلام اللي كان بيتقال في الدي سي ماشين بالظبط، مفيش فيه اي اختلاف. الفكره انت عندك ده تيار المكثف اللي هو في نفس الوقت تيار ماشين، لما كل واحد كلوز، فاللي بيحصل شويه البوت الصغير اللي موجودين دول نتيجه الريزيدوال ماجنتيزم بنسميه فيتر من الريزيدوال هيولدوا لي اي سي صغير، يولد بوت من يعلى التيار يزيد الفولت يزيد وهكذا لغايه ما اوصل للكواليتي بوينت. يجي السؤال، طيب لو انا عندي لود ايه اللي بيحصل؟ بنتكلم على الاندكشن جنريتور كاركترستيك كيرف، تبدا الفولتج لما تحمل اللود، يبقى ده الجنريتور الفولت اللي هيطلع من الجنريتور لما احمل اللود. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفولت بيقل نتيجه الدروب ونتيجه حاجه ثانيه مهمه جدا خصوصا لو اللود اندكتف، ان كيو اللي بتديها الكباستور جزء منها بيروح للود وجزء بيروح للماشين، بدل ما كان كله رايح للماشين اكنه لود. يعني في الكيو دي بتطلع 1000 كيلو فار والماشين عايزه حاجه معينه هنحسبها دلوقتي في المثال. ماشي، ال 1000 بيروح للماشين، حلو قوي. ابتديت حطيت لود، ابتدى يمشي تيار جوه اللود، التيار ده هيعمل لي دروب فالفولت هيقل شويه نتيجه الدروب، طبيعي مفيش فيه مشكله. لكن ايه المشكله؟ ان نتيجه وجود اندكتف لود خصوصا لو اللود اندكتف والاندكتف بتاعته عاليه هيبتدي يسحب من الكيو بتاعت المكثف، يبقى بدل ما المكثف ال 1000 رايحين للماشين هيروح 300 للماشين و200 كيلو فار هيروحوا للود واضح بكره اللود. يبقى كانك قللت المكثف اللي موجود، كانك زغرت المكثف. زغرت المكثف ايه اللي يحصل من الحل؟ لما تزغر المكثف يتحرك كده، يبقى نقطه التقاطع بدل ما كانت هنا هتنزل تبقى هنا. سحب بار اكتر، نقطه التقاطع هتنزل تبقى هنا. فين الكريتيكال؟ الكريتيكال اللي هي قيمه سي الحل. كريتيكال فاليو اوف سي، لو طلبها منك في مساله قال لك جيب لي سي كريتيكال هتعمل ايه؟ هتاخد المماس بالظبط كده، تاخد اي نقطه عليه، بعد ما نحط مستقيم فاخد اول نقطه على الكريتيكال خلاص. تاخد النقطه دي تقسم الفولت على التيار يديك اكس سي. اكس سي كريتيكال، اكس سي كريتيكال واحده لو قلت سي كريتيكال تطلع سي كريتيكال. ماشي؟ يعني لو جات لك في الامتحان تعرف تعملها. هيكون في كيرف صح؟ جدول في نقط، النقط دي تنسبها او حتى لو ما نسبتهاش ممكن النقط دي انت محتاج اول نقطه بس، يبقى تاخد اول نقطه تقسم الفولت على التيار. ليه؟ لان انت كان عندك كده مماس، كان عندك مماس. طب قل عن كده، سي قلت عن كده المكنه ما تطلعش فوق، فتقول الفولت صار له كولابس. فده اللي بيقوله لي هنا. بيقول لي المكنه يفضل الفولت يقل نتيجه سببين، الدروب ده طبيعي. التيار بيزيد فوق في الدايره فهي اللي بتبنى الفولت. ماشي، جوه المكنه في وسط، لا هي اللي بتبنى الفولت. كويس قوي، دي مش واصله على الجريد. لو واصله على الجريد ما تحصلش المشكله دي لان الفولت ثابت ساعتها.
لكن هنا دي وصل على لود حاجه او اكتر لود حاجه. في اكتر لود بجيب نقطه التقاطع هي نقطه التشغيل اللي هي النقطه دي اكتر لود. تبتدي تحط لود كل ما يمشي تيار في اللود الفولت يقل نتيجه الدور ماشي ويقل كمان نتيجه الكيو بقت تتسحب من الكباستور مش كلها رايحه للماشين جزء منها بيغذي اللود لان اللود عايز كيو هيجيبه منين من الكباستور يبقى عمليا كانك بتقلل قيمه الكباستور كان المنحنى بيبين فوق كان نقطه التشغيل بتقل بقى لما تبتدي تحمل مش هتفضل النقطه دي هي الفولت اند لود لا هيقل شويه بالاضافه للالوان نتيجه الدروب فهتلاقي المنحنى هيقل كل ما سي تبقى كبيره كل ما الانخفاض ده يبقى لغايه لما توصل لمرحله سي بتاعتك وصلت للكريتيكال اللي هي نقطه بعد كده يحصل كولابس خلاص المكان مش هتطلع فوق اصلا هتطلع بس شويه ريزيدوال فولتج طالع ماشي المنحنى ده يفكرك بمين؟ لو بتفتكر دي سي ماشين شنط نفس الكاركترستيك كنا بنسيبه كده وليه ماكسيموم بعدين ينزل ويوصل كنا بقى ساعتها هتنزل النقطه دي وتجيب نقطه شورت سيركت بوينت ومش عارف ايه في الدي سي ماشين لكن هو نفس الكاركترستيك. طيب يجي السؤال لو انا عايز اعوض الكيو اللي بتضيع واحد يقول لي كبر الكباستور من الاول ما انت لو كبرت الكباستور من الاول ده تكلفه عليا وبعدين هيديني فولت اعلى من اللي انا عايزه انا عايز فولت معين يبقى هجيب المنحنى واشوف نقطه التشغيل وانزل اجيب الكباستور دي الكباستور اللي لازماني. طب زاد اللود عايز ازود الكباستور يعملوا ايه؟ يحط كباستور سيريز بالاضافه للشنطه. الشنطه دي هي اللي بتديني كيو اللي انا محتاجها. السيريز دي هتديني كيو هي كمان. الكيو مالهاش دعوه بالكباستور سيريز ولا بدل، الكيو بتطلع من اي مكسر. ماشي؟ يبقى دي هتديني كيو بس تلاحظ هنا ايه؟ لو قعدت نقط الكباستور ده مش ماشي فيه طيار ما بيديكش كيو ولا حاجه. كل ما اللود يزيد ده هيكون الكيو بتاعته تزيد تعوض الانخفاض اللي بيحصل نتيجه يبقى كان دي بتساعدني في تغذيه اللود. لما يزيد اللود عايز كيو كبيره الكباستور ده بيساعدني في كيو اكتر فبالتالي ممكن احصل على كاركترستيك بالشكل ده بدل ما يحصل كولابس في حاله الكباستور بدل الاونلي لا استخدم بدل السيريز وكده يحصل كده واقدر اعمل كومبنسيشن لل ماشي. نقطتين هنتكلم عنهم بسرعه اللي هو المكنه واصله على سيبريت لود مش على جريد. خلي بالك من اول ما نقلت احنا خلصنا جريد في الاول خدناه وقلنا فريكونسي ثابته عشان بس محدش يخرج الاثنين في بعض. هنا فريكونسي بتساوي اف ان اس بتساوي بي ان اس على 120 صح؟ بي ان اس على 120 ممكن اشيل ان اس واحط بدلها اوميجا بتساوي 2 باي ان على 60 فلو عوضت اوميجا 2 باي ان على 60 يطلع لي الاف ان اس بتساوي بي ان اس على 4 هي هي شلت بس ان اس وحطيت بدلها اوميجا 60 اوميجا على 2 باي مش كده؟ تقوم تطلع 60 اوميجا على 2 باي 2 باي هتبقى مع ال 60 مع 120 كده 2 يبقى 2 باي في 2 يبقى 4 باي واوميجا تتحط هنا. لو شلت اوميجا اس وحطيت اوميجا على 1.5 اس لان النسبه بتاعت اوميجا اوميجا موتور دي اوميجا اللي هي بنسميها بقى اوميجا ماشين الصوره اللي بقى ماشين بتساوي 1.5 اس اوميجا اس تطلع المعادله. تعالى بص لي المعادله الاس دي نجم فالمقام هنا اكبر من واحد. لو اس بصفر هيديني دي حقيقة اس بصفر يبقى هنا اوميجا بي في اوميجا على 4 يبقى اعتمد على سرعه دوران المكنه. لو زودت الاس النيجاتيف فالمقام ده بيكبر وبالتالي الفريكونسي بتقل. يبقى اذا الماشين لما تشتغل على سيبريت لود يعني من غير شبكه الفريكونسي بتاعتها تعتمد على السرعه زي ما باين الفريكونسي تعتمد على السرعه تغير السرعه تتغير الفريكوانسي ماشي. لكن مفيش خطوره قوي ليه؟ لان اصلا المنطقه الستيبل اللي بتشتغل فيها المكنه عاده بتكون لغايه 10% يعني اس من صفر
لغاية ناقص 1/10. فهتلاقي المدينة بالصفر دي بقى أوميجا ناقص 1/10 تبقى 1/1/10 واحد على 1/1/10 يديك حوالي 9/10.91. يعني الفريكوانسي تتغير في حدود ال. طبعا كل ما استكبر كل ما الفريكوانسي ال ما في مقام. وبالتالي الفريكوانسي بتاعتي تتغير من 50 الى 9/10 45 47. يعني فرنج مقبول نسبيا خصوصا لو انت بتشتغل بعيد عن الشبكه، يعني بتشتغل على اللود المنفصل ومش هتفرق معاك الفريكوانسي تغير الطفيف ده. بس حابين نوضح النقطه دي ان هنا الفريكوانسي بتتغير تبع اللود. طبعا الفولت بيتغير، الفولت اهو احنا اتكلمنا على حاجتين، بيتغير فولت وبيتغير فريكوانسي. ده تغير الفولت من غير كباستور وباستخدام كباستور سيريز. كباستور البلد لازم تبقى موجود على طول، من غير البلد مش هتشتغل اصلا. اوكي؟ من غير البلد مش هتشتغل، لازم تحط البلد. بعد كده عايز تحسن الخلاص سيريز لو عندك اللود الباك لود كبير. لكن في العادي لو ما عندكش سيريز هيبقى ده خلاص. ده بالنسبه للفولت، يبقى الفولت بيقل بزياده اللود. طب بالنسبه للفريكونسي، الفريكونسي برضه بيقل بس الفريكونسي هيعتمد على السرعه مش على اللود. صورة في المكنة اللي انت شغال عندها وعلى طين بيسي. والتغير زي ما قلنا خفيف في الفريكوانسي عشان كده ما بيعتبرهوش يعني ما بيحصلش. اخر حاجة هنعملها مسألة. طبعا زي ما قلنا الحلقة مش كبيرة قوي فهنخلص صورة. مسألة بتقول ايه؟ We wish to use the 40 volts باور 1760 RPM 440 فولت 60 هرتز 4 فولت 3 فيز سكويل كيج اندكشن موتور از ان ايزوليتد سينكرونس اسينكرونس جنريتور. يبقى انا عندي سكويل كيج اندكشن موتور مواصفات السكويل كيج اللي هي 4 فولت اللي هي سكويل كيج 4 فولت 60 هرتز 440 فولت ده التيرمينال فولتج 1760 RPM دي السرعه عند الفول لود دي مواصفات الاندكشن ماشين. 40 هرتز باور ده الاوتبوت بتاع الاندكشن ماشين. ماشي كده؟ طيب عايز استخدمه كايزوليتد اسينكرونس جنريتور يعني ايزوليتد اندكشن جنريتور. بيغذي ريزيستيف لود يبقى اللود بتاعي مش عايز كيو. اللود ريزيستيف يبقى الكيوب اللي انا محتاجها محتاجها منين؟ الماشين بس. ماشي؟ طيب السؤال بيقول لو عند الفول لود الباور فاكتور بتاعت الماشين دي 84% الباور فاكتور اللي هو كوزاين فاي تساوي الفولت والتيار 84% تكتبها 84% 84% هي هي الباور فاكتور. محدش 100% بيقول ديفيشنسي مش افيشنسي مش لان في ناس ما بتقدرش تبص دي زي المسائل اللي فاتت 4% الباور فاكتور المفروض تتكتب بال 100 بس هو كتبها كده ما اقدرش اقول لك كده هي هي 4% 4% زي 4% رياضيا هي هي ما كتبش لا ما هو في الاندكشن ماشين ما بيقولش لا الاندكشن ماشين ما فيش كتاب لاد ولي اللي كان فيهم لاد ولي السيكونز السلسله اللي فاتت لكن ده لا فما قالش لا ما قالش مش مشكله. عايز ايه؟ كالكوليت ذا كاباستنس ريكوايرد بير فيز اف ذا كاباستور ار كونكتد ان دلتا. يبقى انا هوصل كاباستور دلتا. الكاباستور ده قيمته كام؟ ده السؤال بكل فيز يعني ثلاثة فيز ثلاثة فيز هتوصله دلتا بس كل واحد اسمه فيز كاباستور. ماشي؟ الكاباستور ده يساوي كام؟ تعال بقى نفكر في المسألة دي نحلها هو مديني مواصفات ماشين وهي شغاله كموتور. ومديني لود ريزيستنت يعني اللود مش عايز كيو يبقى اللي عايزه كيو فقط هي الماشين. طب اشوف المكنه دي وهي شغاله عند الفول لود بتحتاج كيو قد ايه؟ الكيو دي هجيبها منين؟ من المكثف. يبقى اقدر اطلع الكيو بتاعت المكثف. المكثف واصل بدل يبقى عرفت الفولت اللي عليه اقدر اطلع التيار فولت على التيار دي اكس سي احسن منها السي.
واضح؟ يبقى احنا عشان نحل المسألة شوف ايه هو الله وايه اللي انت عايزه. انت عايز تجيب المكسب، طب انا هجيب المكسب منين؟ لو مديني منحنى هاجي اعمل منحنى وارسم خط مستقيم واطلع الكبسول، لا مديك منحنى ولا جايب سلك منحنى ولا حاجه. يبقى اذا انا هشوف الماشين بتاعتي وهي شغاله في الروم عايزه كيو قد ايه؟ ماشي؟ طيب نشوف المساله مع بعض. هو يعني مديني فلو كارب محظوظين بيها، ما ينفعش انا بتلبس. زادت الكارب فلو محظوظين. فهو مديك الفولت ومديك التيار ومديك الباور فاكتور. صح؟ الفولت في التيار في ثلاثة لو بالفيز وفي جهاز الثلاثة لو انت شغال لاين يديك اس. اس كوزاين يديني الباور. اس ساين يديني الكيو. يبقى اذا بمنتهى البساطة انا عايز اجيب الكيو يبقى اجيب في فيز واي فيز في ساين فاي في ثلاثة. يبقى ممكن اجيبها كده زي ما هو عملها هنا حسب اس جاب اس ساين فاي. ممكن واحد يستغنى عن الثلاث سطور دول يجيبها في سطر واحد يقول الكيو بتاعتي اللي انا محتاجها كيو بتاع الكباستر بتاعت التوتال بتساوي ثلاثة في فيز واي فيز بساين فار. هو بيديك ساين فار بالكالكوليتر بتطلع ساين فار. بيديك اي فيز 41 بيديك بي فيز 440 على جهاز الثلاثه. عوض يطلع لك كيو هتطلع الرقم. هو هنا عمل ايه؟ حسب بالتفصيل شويه قال لك اجيب اس اللي هي 3 في فيز اي فيز او جهاز الثلاثه في اي فيز. بدل ما يكتب 140 على جهاز 3 ويضرب في 3 كتبها جهاز 3 و 41 يديله ده الاس. اس كوزاين يديله الباور، اس ساين يديله الكيلو. واحد يقول لي انا ما استخدمتش ولا 40 هوس باور ولا 1560 ار بي ام ولا 4 فولت ولا 60 هرتز. مش لازم تستخدمها، ده بيوصل لك مكنه. مش اي داتا لازم تستخدمها، خصوصا الداتا اللي بتدلك في الاول. دي بديها لك عشان اعرفك المكنه ومواصفاتها ايه. بعد كده جيت قلت لك المكنه دي شغاله جنريتور عند الفول لود 41 امبير. المكنه دي وهي الموتور لسه بتشتغل عند الفول لود بتسحب 41 امبير. طب افرض ما ادكش التيار كان لازم يديك ايه بدالك؟ الافيشنسي عشان اكسب اول اللي هو 40 حصان سمع عن الفيشنسي 85% يديني الانبوت باور اللي هي بي في فاي كوزاين فاي. عارف الفي وعارف الفاي طلع الباور. هنا هو اداك الباور خلاص فما احتاجش يديني الفيشنسي. انا بس بوريك الاختلافات ممكن تبقى ازاي. نفس المساله ممكن تبقى هي هي بس في الحاله دي يديني الفيشنسي. يبقى في الحاله دي هستخدم الحصان والفيشنسي عشان تطلع الانبوت باور. الانبوت باور اللي هو جهاز 3 في اي ساين فاي انا عايز في اي ساين فاي. فمن ال 4.8 دي كوساين فاي الكالكوليتر هتطلع فاي ويجيب لها الساين. 3 في اي ساين فاي يديك الكيو او تجيب الاس تضرب في الساين يديك الكيو. المهم تجيب لي الكيو اللي محتاجاها الماشين وهي شغاله كموتور عايزه كيو قد ايه عشان تديني الفولت ده والتيار ده. اقول بقى لو انا هشغلها جنريتور لازم اديها كيو لان مش هتجيبها من حته. مفيش سبلاي عشان تسحب منه الكيو. يبقى انا لازم اجيب مكثف كافي يديني الكيو دي. طب دي كيو توتال بتاع الثلاثه المكثف. زي ما قلنا المكثف ما بيفرقش وصل ازاي. وصل ستار وصل دلتا. خد كيو دي اقسمها على الثلاثه اللي في الكيو بتاع المكثف الواحد. يبقى الكيو بتاع المكثف الواحد بتساوي 17 كيلو فولت امبير على 3 يديني 5.66 دايره 6.7 كيلو فولت. ده الكباستور الواحد. طيب لو خدت 7.76 دي قسمتها بالكيلو فولت قسمتها على الفولت. طب هنا الفولت ايه؟ هنا بقى يهمك ستار ولا الحته دي بس اللي يهمك ستار ولا لو ستار هتقسم على 440 على جهاز الثلاثة.
لو دلتا بتكلم على الكباسيتي مفيش دعوه بالماشين كباسيتي لو دلتا تاخد الفولت 440 فين خد الفولت 440 طلع التيار يبقى ده تيار وعندي الفولت 440 اقسمهم على بعض يطلع اكس سي في بتساوي اي سي في اكس سي يبقى اذا اكس سي بتساوي في على اي سي في سي على اي سي في سي هنا هو الفولت بتاع الماشين هو 440 هتطلع الاكس الكباستور واحد اكس سي بتساوي 1 على اوميجا سي اذا سي بتساوي 1 على اوميجا اكس اوميجا تو باي اف اهي واكس اهي تعالوا نطلع قيمه المكثف ماشي لو زود على المساله دي حته قال لك ايه هوصل لود اللود ده بيحتاج مثلا كذا كيلو اطرحها من 17 اجمعها على 17 لان الكباستور لازم يغذي الاثنين اجمعها على 17 اوكي هنا كده لود معلش بقول لو هو مديلك لود هو قال لك ان اللود ريزيستيف لود مش عايز كيو لكن لو اداك اللود اداك لود بيحتاج كيو كذا فيبقى لازم الكباستور يغذي الاثنين يغذي اللود ويغذي عشان تحافظ على الفولت 440 لما لو خليته غازي بس الماكينه هيشتغل بس هيديك الفولت هيبتدي يحصل له كولابس كله ماشي ساعتها رجع اخر سلايد اللي هنتكلم عنها اللي هو الابلكيشن اللي بنستخدم فيها الاندكشن جنريتور هنا بنتكلم عن الاندكشن جنريتور شغال على سيجنال الفولت فبيقول ان النتيجه الكيت توك سبيد كاركترستيك كده احنا شويه هنا توك سبيد كاركترستيك كده الجزء الستيبل بتاعه هو الجزء ده المحصول من صفر واس اللي عندها تي ماكسيمم وعددها بيكون اس صغيره فالجزء الستيبل بيبقى الرينج بتاعه صغير وبالتالي الفريكونسي لما بتتغير ما بتعملش تاثير كبير يبقى اكسبتبل ان انت تستخدمه دي اول حاجه لو انت شغال على سيمبل كول في حدود ال 5% بيحصل دروب في الكباستور في الفولتج في الفريكونسي في حدود 5% which is acceptable كقيمه وهو شغال كسبب الدروب الحاجه الثانيه لو حبيت تستخدمه وتوصل مع شبكه وده اللي بيحصل عاده في الويند ميلز في محطات توليد الكهرباء باستخدام الرياح الموتور ده ميزته ان هو لنفس الباور اقل اخف من السنكرونس كوزن الويت بتاعه اقل من السنكرونس جنريتور اللي بيدي نفس الباور وابسط في التركيب ومش محتاج صيانه وده اللي انا محتاجه في الويند كوبايت لان انت في الويند ما بتحطش الموتور في الارض بتحط الموتور فوق على التربيب الطور بتاعك شايل ريش تربينا وفي الاخير من الموتور اوكي في نوع تاني بس استخدامه لسه مش كتير اسمه فيرتيكال فيرتيكال ده بتبقى المراوح مروحه زي ريش كده مش عارف شوف زي كده المراوح دي بتلف كده فهنا ده بيحط الموتور تحت لكن في الهورزونتال العاديه بتبقى عباره عن ريش كده ده الطور بتاعنا الموتور بيبقى هنا الجنريتور فلانه وزنه خفيف لنفس الباور ولانه كمان مش محتاج صيانه لان لا في رشد ولا في كومبيتيتور ولا عايز دي سي ولا عايز حاجه من دي فبيبقى احسن من السنكرونس في التطبيقات دي بالاضافه لان واصل على شبكه فمفيش مشكله في فريكونسي تبقى كونستنت والفولت كونستنت وتغير السرعه الخفيف هو اللي هيديك الباور زي ما انت عايز. ده اللي بيقول هنا في الليفز حاله الويند ميلز اللي هي الترنات الهوائيه المراوح الهوائيه دلوقتي باستخدام الرياح اللي بيجي بسرعه باستخدام الرياح